عم برادر محمد صالح علي تروهي عند امي. انا العب. السلام عليكم، كيف الحال يا جماعه؟ طيبين ان شاء الله؟ قدام احسن اجي صح؟ طيب اسف، خلوني اجي قدام. ماي خلنا نكون صريحين يا جماعه، ولعلها اول مره اقول لكم الكلام هذا. دائما اتحداكم بمقاطعه الضحك وما راح اضحك، واتحداكم تضحكوني، انتوا تافهين. واخر شيء اللي يصير عزيزي وعزيزتي المشاهدة، المقطع هذا مختلف. هاي مو ضحكة، هذه ضحكة استفزاز. المقطع هذا هو أقوى مقطع تحدي ضحك باليوتيوب. مثل ما قلت لكم مقطع 29 مليون، والآن احنا في طريق 30 مليون. هاي مو ضحكة ضحك، هاي ضحكة غرور وحماس. مثل ما قلت لكم شاركوا بهاشتاج ضحك أبو فلة، 1,100,000 واحد طاح بالفخ. هاي ضحكة مو ضحك، هاي المهم انستغرام 909,000 ما شاء الله، وايضا تيك توك راح تفوز بلاي ستيشن ايفون او كاش ب 1000 دولار. دايم والله صرت رابر. اي واتس اب نيجو. دقيقة فلسطين بوك وورد يا ابو سيدي، الله يسلط عليك. امن نيمي الله. اوكي خلونا نبدأ. اوكي نبتدي باول مقطع. اسعد الله مساكم، سحب ثاني اثنين راح يكون على 10 اجهزة بلاي ستيشن و20. هذا منو؟ هذا مسوي سحب على هاشتاجي وحاط نفس اسمي. هي المتنكرة الفيك المعاوني. انتبهوا يا جماعة، في كثير قاعد يتنكرون باسم ابو فلة، ولكن ابو فلة هناك واحد فقط، اسطورة مدمرة جذابة وسيمة مضحكة. لما تحب تغلط اجنبي. اولمايتي بوش. اوكي لا طول لي بالك. هذه مو ضحكه يا جماعه، متى صارت ضحكه؟ علمني باي ثقافه، اينما كنت يا عزيزي وعزيزي المشاهده، علمني هذه وين تعتبر ضحكه؟ ما في هذا ما يضحك. زيت يضحك ابو فلة علشان يديك ايفون. انا عملت دراسه كامله عن كل الفيديوهات اللي انت تقدر تبعتها لابو فلة علشان يضحك وتفوز بايفون. النظريه بتتكون من 3 قواعد، لو الثلاث قواعد دي موجوده في الفيديو اللي انت هتبعته لابو فلة اضمن لك اللي هو هيضحك بنسبه 90%. القاعده الاولى، الحدث المفاجئ زي ده. انا شجاع، انا موهوب، انا محبوب، انا هساعد زمايلي في المدرسه. اخيس موقف ممكن تمر عليه. ليش شو هذه تصير كثير يا جماعه؟ وين صارت لي كثير يعني؟ بس طبعا ما مو مع بنت، يعني مع رجاجيل كثار يعني. واذا صارت مع بنت ومستحيل تصير يعني، اعوذ بالله، الله يبعدنا يا رب، نكون في خط مستقيم ان شاء الله. بس يعني اذا صارت مع بنت يعني صراحه بيكون احسن. اكثر مقطع ضحكني اليوم حفيد الرئيس. ها حفيد الرئيس، حفيد الرئيس، هذا حفيدك واسطه رجل. قلت لي صغير بتكون لاعب في المباراه اليوم. يلا خذ لك ميداليه. الله يسلمك. انت جد الرئيس؟ لا والله حلو، وفزت معانا في بلاي ستيشن او ايفون او فلوس يا حبيبي. الوصفات يا حبيبي. اللي بعده يحسب نفسه فاز، هم بس يقولون اسماء المرشحين بالترتيب. اسم المرشح الاول مهدي عبد الهادي. لحظه ما قلت قول يا استاذ بالترتيب الاول. كانت راح تضحكني، كانت راح تضحكني. هذا الطفل جلس 9 اشهر بس يجي مو ببطن امه. يا اخي افهم انا ليش ينزل سروالهم من ورا؟ ما ليش تنزل سروالك من ورا؟ يعني تبي تورينا يعني؟ ما عارف. الجميع نائم بعد يوم متعب من العمل. عبسي ساعة 3 الفجر ينتظر مباراة الميامي ضد ريد بول. فهمت؟ فهمت؟ هاي ضحكة استهزاء. النكتة هاي جد في وقتها، تستاهل يا وحش. والله لو ميسي رايح هلال يا اخي ما اقدر اتخيل ميسي راح يكون قريب علي، بعض الكيلومترات راح اقدر اوصل لميسي. هالشيء هذا ما صار، تدرون ليش؟ لان هناك اسطورة هنا، اسطورتين في مكان واحد ما ينفع، اللي هو اسطورة ابو فلة. شنو على بالك بقول كريستيانو؟ انت غبي. الحياة تستحق المغامرة.
وصل اخوي من رحله علاجيه من زهايمر ونسى الشنطه في طيار. هبط هبوط اضطراري في طريق سريع. شوفوا اللي ليه هبط. ول ما في شيء ضحك. ان شاء الله ما حد مات. لا لا تقول لي لا. ما شاء الله تبارك الله. اللهم يا رب ارزقنا. اللهم الزيارة ارزقنا يا رب ان ننزل من طيارتنا الخاصة. يا رحمكم الله. يقرف شكلك ويقطع شكلك. يا بعد رحمكم الله رحمكم الله. الله يهديك. تبين كلينكس اي شيء كلينكس اي خدمة احنا موجودين. شو ملابسي؟ تفضل يطلع عمرك. تفضل. ايه العب ما النقا. ما النقا صار دجاج مشوي على المرق. ليه يا بنتك؟ افضل تعليم للسباحة امسك الواحد من راسه عطو. شكله عطس وطاح شنبه. ما يحتاج اعيد نفس الكلام اللي قلته. هذه ما في اي مجتمع يضحك بهالطريقة صح؟ اللي بعد ابو فلة يتمنى العطس. هاي لا بالله هذا ما له دخل. دقيقة الحين انا ما ينحسب. تدرون يا جماعة مقطع 29 مليون مستانسين. فاخ عبد الله العودة استاهل فزت معانا. واخ زياد اكتبت فزت معانا. دايم يا رجل. ما ضحكت انا راح اعطيك ايفون فاك. دايم كم الحساب؟ حساب مدفوع. مين دفعه؟ يا خرب. ما ضحكت. رد علي بالخاص كلمتك لو سمحت. اول ما اصحى من النوم. اصحى معاي. انا صاحي. تصحى كده وتروق معاي. حاضر. بعيدا عن المزحه والضحك اقسم بالله المقطع هذا اصفقه واقول ان انت فايز معانا والله العلي العظيم. حتى لو انه ما ضحك لانه مقطع قوي وعميق. لا تخلي الجوال جنبك. ضيع وقتك بالجوال. دوبامين رخيص. اول 10 دقائق 15 دقيقه من يومك اسحب ذكر الله. ادخل الحمام غسل وجهك استوعب يومك ايش راح يجي بعدين امسك التلفون. والله مقطع جدا جميل تفوز معانا يا اخي. ضحك مستانس وحط فايده بالنص كذا يا اخي. اللي بعده لا تستنى يصير حادث لنشوفك ونسلم عليك. والله حلوه عميقه هذه عميقه. شو علاقتها هاي بالضحك؟ اللي بعد طيب بسوي تجربة. بسم الله اعرفكم على ماي. ايش في ايش في بغى بطيح هذا. شوف متى راح تستقبل الموضوع. ها طلع كيس. انا مستغرب ليه الحرب بدت في السودان والحال رايح لاصعب. انا قبل 6 شهور يا رب ميسي يشيل كاس العالم والباقي ما اي ما ضحك. الله يسهل الاوضاع اخواننا واشقائنا في السودان وفي كل دول العالم. ابو فل العشق والقلب الطيب والروح الحلوه. نحبك من مصر عقبال 100,000 يا بعد قلبي. والله على الكلام الجميل هذا انا كلب. انا اذا ما فوزك يا بعد قلبي. صاحبك لما يشوف واحد وسيم ربي يحفظك. تحب لك هذا صبغه ولا لا؟ امانه صبغه ولا شو؟ شنو هو الصبغه؟ ولا من الله هيك؟ شنو هو الصبغه؟ شنو؟ شعرك، بعناتك، شواربك. خلقة ربك هاي يا السفاح. ونعم بالله ونعم بالله، ايه انا خلقني هيك ورب يعطيه يا اخي. ايوه. وش فيك هو الجمال مو بالشكل، الجمال بالروح. يا يبا خرع الروح. يعني الحمد لله احنا الوسيمين الحمد لله يعني. ايش قلت غلط؟ الجمال في الروح يا عزيزي، بالاخير المظهر الخارجي راح يموت مع الوجه، والشيء الداخلي هو اللي راح يبقى، والاجمل انه يكون عندك الاثنين مثلي. ايش قاعد طالب بالطريقه هذه؟ في شيء غلط قاعد. لما تحكي للشيخ عن بلاويك وتلاقيه في خطبه الجمعه يقول حدثني احد ودي ارجع للزمن وامسك الضحكه صراحه.
ضحكني اول ثانيتين بعدين بعدها. انا بحبك بدون اي شيء علشان انت انسان نظيف وقلبك نقي وبتحس بكل المعاناة اللي يتعرض لها اي سوري في العالم. احبك جدا 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 يا نظيف. شكرا لكم جميعا في شتى بقاع العالم. انا ما احب بس ارد يعني وما جزاء الاحسان الا الاحسان. ففزت معانا في الاستيشن يا حبيبي. ليتس جو. ما شاء الله يعني انت جمال طبيعي مسوي عمليات شيء؟ لا 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 اجل سوي. جبر الخواطر طحن الخواطر. كم ذا؟ بعشر الاف. ايه؟ الاثنين بعشر الاف. كيف عشر الاف؟ ايوه انا جاي اشتري انا ولا لا مستحيل البس. مجنون انت بخمسة الاف يا احول. تأكد؟ هذا التيشيرت من فرنسا تحت يد ايطالي اسمه لويس فيتون. لويس فيتون اذا شوف شوف الملمس شوف مجنة. اوف والله معليش حقك علي. عبد القدوس وين اللوكيشن حقكم يا ابو اشرف؟ ربي قوي. والله ودي افوز صاحب المقطع يا جماعه بس يعني بالاخير راح يفوز الشخص اللي جاب المقطع. اذا في احد يعرف صاحب المقطع خلوه يتواصل معي والله يستاهل الفوز. هاو ار يو وير از يور حجاب رمضان؟ ليف هير الون. هاي دونت وري ابوت ات مالك دخل. اي هاف تو جو صلي. هو ار يو؟ اي ام براذر محمد صالح علي تروهي عند امي. انا العبد الذي كسب. والله كفو. نعم خليكم كذا ثابتين عديكم. كفو. انا اللي صلاتين ما صليتها او يومين قاطع عن الصلاه. انا اللي سنه ما صليت قمصر. شنو يعني اذا تعرفت على وحده من جامعه هارفرد؟ انت سلبي وجاهل وما عندكش السوشيال بوليتيكال كومبريهنشن. مين سوشيال بوليتيكال كومبريهنشن؟ انا ما عنديش سوشيال. يرفضك لان مو من مستواها. ابوها بالصيف ما فهمت يعني هذا يقلل من مستوى. انا كل مره انام راك باللي يا اخوي البعد ويفج الطريق من وقت اللي يحكم الوقت والبعد ارحب يا رجل سايق اهل الخاص طالما انسان من كل ضيق. هذا لو صار حادث لا سمح الله ما يصير فيه شيء عنده ما شاء الله مطبات هوائيه. اخونا ابو ملحه مبروك مبروك مبروك. ما زين زين لا 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 هنا عزيزي المشاهد عرف انه راح ياكل. وهنا عندما مدت يده على الباب عرف تعبيري وجهي انه من جد راح ياكل. وهنا ايش الصوت هذي؟ اي ام دي مبروك مبروك يا حبيبي مبروك. حلو حلو بس ما يضل. لازم صورتك تكون على الايفون مو على السامسونج. الشاشة المكسورة اضحك الله يقلك. بعدني تحط الصورة على الايفون؟ اذا خذيت ايفون بعدني؟ قدك وصلي. انا سمعت انك راح توعدني. لا بقول لك يعني مبروك مبروك يا حبيبي مبروك الله. المهم بالنهاية يا جماعة شكرا لكم يعطيكم الف عافية. اي واحد ما فاز هارد لك للمرات الجاية ان شاء الله في مسابقات اكثر ان شاء الله نخلص ويا باقي الاجهزة. لا تنسوا زر لا تنسوا اللايك. شكرا لكم والى لقاء اخر. سلام عليكم. دقيقة بقول اخر كلمة. دقيقة ايش فيك؟ احبكم. Somebody hit him with the rest, let him hear this. With his words, what better be a field trip? Yes.